في شأن آخر، وقع وزير التكوين والتعليم المهنيين دادا موسى بالخير بمعيه وزير السياحه والصناعات التقليديه عبد القادر بن مسعود، وقعا على اتفاقيه شراكه وتعاون مع مؤسسات متخصصه في الفندقه والسياحه. الاتفاقيه المبرمه بين الوزارتين يسعى من خلالها تحديث قطاع الفندقة والسياحة وتكوين الشباب من خلال فتح أفاق أوسع وتوفير مناصب شغل دائمة لخريجي معاهد الفندقة والسياحة. تندرج هذه الاتفاقية في الإطار العمل التنسيقي التكاملي بين القطاعين، والذي تم الشروع في تجسيده منذ أن تم إبرام الاتفاق الإطار بتاريخ 15 سبتمبر 2014 بين الوزارتين، والمتعلق بتطوير المؤهلات المهنية وتدعيم كفاءات العمال، وهي أيضا تندرج بالنسبة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية في إطار الأهداف المسطرة في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية SDART آفاق 2030. تعتبر هذه الشراكة قفزة نوعية لجذب الشباب نحو هذه الشعبة وتوفير يد عاملة ذات مؤهلات مهنية عالية للمؤسسات الفندقية تتماشى مع المعايير الدولية.